صباح الخير. الوزير السهر، الوزير الخارق، الوزير البرتقالي، ألقاب عديدة استحق بجدارة الوزير باسيل، واليوم بينضاف لقب جديد على هالألقاب وهو وزير التفاح. صاحب الحلول والمعجزات، من وعد ال 24 ساعة كهرباء إلى سد جني اللي بخالف كل المعايير الدولية والشروط البيئية، وجد الوزير حل نهائي لأزمة تصريف التفاح اللبناني. بعد مداولات وجولات مكوكية بين مجلس الأمن وحلف الناتو وحتى دول البراكس، وجد وزير التفاح أنه الحل بإلزام المنظمات المعنية بملف النازحين السوريين شراء كل محصول التفاح اللبناني. من نيويورك غرد وزير الخارجية ومثل كأنه ما غرد. رغم كل هالهرج والمرج السياسي وبعض فصول مسرح الشانسونية يلي شكلوه بعض السياسيين رموزه وأبطاله، رغم كل يلي عم بيصير حولنا من دمار لمدينتنا التاريخية الرائعة ومن تشويه لأرضنا لبحرنا لساحلنا وللإنسان، وقفت الفنانة نضال الأشقر لتعلن احتفالية العشرين سنة لمسرح المدينة. 20 سنة شكل مسرح المدينة انعكاس فني ثقافي مسرحي حضاري لبيروت وأهلها. برنامج الاحتفالية يلي بتنطلق ب 14 تشرين الأول رح نتعرف على تفاصيلها من خلال هالتقرير مع زميلتنا ماري تيريز معلوف. نضال الأشقر قدرت تجمع عدد كبير من المسرحيين المخضرمين اللبنانيين احتفالاً بالعيد العشرين لمسرح المدينة، هالمكان يلي طبع ذاكرة كتار وخلق مشاهد لا تنتسى بكواليس أفكارهم. مسرح المدينة بيت كل المسرحيين رح يرجع يجمعهم باحتفالية 20 سنة من 14 لغاية 26 تشرين الأول. للإعلان عن البرنامج أقيم لقاء من تنظيم مؤسسة المسرح المخرجة والممثلة نضال الأشقر، جامع المشاركين مع أهل الإعلام والفن. الحقيقة اليوم عم نحتفل بأكثر من 20 سنة مسرح المدينة، بأول 20 سنة، وإن شاء الله نكون كلنا موجودين بتاني 20 سنة، لأنه من المعجزة إنه بلبنان يستمر مسرح 20 سنة، لأنه بهيدي الأوضاع اللي نحن موجودين فيها، هل الثقافة هي مهمشة كلياً والمسارح عم بتسكر والممثلين ما عندهم شغل؟ عمل مسرحي رح يشهدن المسرح، الانطلاقة مع فؤاد نعيم ومسرحية الملك ياموت، ليتم عرض يوميا مسرحيتين، منها مسرحية لعصام بوخالد، لروجي عساف، نرجي سراتي، لينا خوري، جاك مارون، ميشيل جبر، لينا أبيض، كريم دكروب، نضال الأشقر، إلى جانب حفلات موسيقية وعرض فيلم لزينة دكار. كل واحد منا عنده الابروش تبعه المسرحي المختلف، كل واحد منا جاي من خلفية ثقافية مختلفة، ولكن اجتمعنا حول هذا العمل خصيصا لعيد مسرح المدينة العشرين. طبعا وقتها طلبت منا نضال الأشقر ان نشارك بأداء عمل، حبينا انه نكون موجودين، وطبعا شكر كتير كبير لها. المسرحية هي معروفة، الملك ياموت ليوجين يونسكو، بتحكي عن بلد عم بيموت، عن شخص عم بيموت متمسك بهيدي الكرسي، متمسك بهيدا الحكم، مش فارقة معه أي شيء تاني إلا أنه هو يبقى ويستمر. شوي عاملين لاقتباس وأبروش لحياتنا بلبنان. بعتبر أنه اليوم في شيء عم بيصير بجغرافية العالم
عم يمشي بسرعة كتير ومش عم نلحقه. في بلدان عم تختفي، في بوردرز لبلدان عم تتغير، في نزوح عم بيصير. وأنا بلبنان بعتبر أنه بعد شوي رح يصير بدنا ننبش على شقفة أرض نقدر نوقف عليها نتنفس، لأنه ما بقى عم نقدر نتنفس بهالبلد. افتكر هيك اخترت أعمل مشهدين صغار بس لكون مشاركة بهذا الاحتفال، هذا المهرجان الحلو. فعم بشتغل مع ممثلين بعضهم مخرجين جديد من الجامعة، فهذا الشيء كتير بيعطيني حماس لأنه بتشوف الحماس فيهم. بحكي عن اثنين نسوان نساء ناطرين يحضروا عرض مسرحي، والثاني اثنين نساء عم يحضروا تلفزيون. ما في مقارنة بيناتهم بس نساء بهيك. أنا رح أقدم عمل موسيقي بعنوان رحالة. هو عمل يعني بينحس أكتر ما من خلال الموسيقى، وهيك هي عودة إلى داخل الإنسان، عودة إلى الذات، وهيك هو تعبيري أكتر ما. وهذا عمل بيعني لي جدا، ما نسمع يعني، بس إنه حبيت أقدم هذا العمل بهالمناسبة. الاحتفالية معرض صور بيضم أرشيف مسرح المدينة وأبرز المحطات يلي مر فيها خلال سنوات طويلة. مسرح المدينة من سنة 95 أنا بمسرح المدينة بكليمانسو مع الفرقة، فرقة مسرح الدمى، ومنقدم يعني بقينا نقدم حوالي 10 سنين لعد ما سكر هداك المسرح. يعني كنا نقدم بشكل أسبوعي لشباك التذاكر وبشكل يومي للمدارس يعني. فمسرح المدينة بالنسبة لنا هو يعني المكان اللي اشتغلنا فيه عدد كتير كبير من أعمالنا. المتعطشين للمسرح ومحبيه ناطرين هالاحتفالية للاستمتاع بأسبوعين من المسرح، حاملين معهم مواضيع مختلفة ومشاعر متضاربة. فقرت كلمة اليوم، كل مرة بتعرفنا على شخص جديد تلتقي فيه الكاميرا وكمان على كلمة جديدة. من بعد بريك ونرجع. يعني من الأول للآخر أكلنا تقليد، صرنا عمري 83 سنة، شو بدك يكون بعد؟ وأنا ربيان ضيعة ببعلبك وخلقان هنيك، وبنطلع على الجبال وعلى الوديان، يعني نحن خشنين. كنت حلو، شو بدنا فيهم بقى؟ خلص والله أنا ما أتحركش فيهم، هني يتحركشوا. ما بعرف على عيوني، على ديني، على شعري. أنا شعري ما هيدا شعري. مرة اخذين حقلي، نحن عاملين مقطه وبطيخ، ابوي استاذ مدرسه بدنير. المهم حشاكه في هنيك، كان كل بيت فيه حمار، حمارين حشاكه، كل واحد اخذت حمار ونزلت فيه لوين على الحقله، عم ناقي مقطه بطيخ، لا مقطه، والحمار واقي. والله ما بزل عليك العمى، مديت ايدي هيك، لقيت حيه هيك، حيه عم تعمل لسانها هيك وواقفه هيك، ومن هون هيك 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 الى رفراف. خفت اجمدت وهي جنبي، وانا كان يقولوا لي انه الحيه نشابيه بتمرق من بطن تطلع من الظهر. ولد انا 8 سنين عمري، لقيتها عم تعمل هيك، قلت هلا مثل ما عم بيقولوا هذا بدها تشب علي. كيف طلعت على ظهر الحمار حشاكه ما عرفت، رصور اجريه ورصور. وبوشك يا حسين لوين؟ على الضيعة، وعامل له هيك للحمار، لا انكشوا من هون ما في مسله. ويلا وهداك يلا تطلعي طاير في طياره. مره طلعنا لفوق على الجرد عم نقي عكوب، بيعرف العم عكوب، والله انا واربع خمسه اولاد وليدات، طلعنا شيء كبير هيك عم يلحقنا. شو هذا اللي عم يلحقنا؟ اتاري شو؟
طبعا والله العظيم نمشي يمشي نمشي يمشي بالضيعة فيها لذة لذيذة يعني طبع حلو كل واحد معه معدلة يعني بارودة أول ضرب مصابة وتين ضرب ما شفنا اللي طلع فوق هيك وخبط لما نزلنا شوفي كيف كانت الحياة أول ما نزلنا يعكريت وين كنتوا ما كنتوا متوا هيت أشاطك هيت أشاطك ليش بياخذ الأشاط مشان يروح لعند أبوه لهذا بياخذ الأشاط بقول له هذا أشاطه لابنك لأنه هيك 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 عمل هذه كانت البيئة من زمان وكيف التربية تربية حلوة بس هلا 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 إذا كان التلميذ بيزعل المعلم وضربه بيجيبوا الكلاشين بيضربوه هذا السلاح اللي إجا لهون هذا كله من وراء السلاح شيل السلاح ما صار شيء أبدا شو بدي أحكي لك بعد قصة طويلة عريضة هونيك بكير بيناموا وبيصحوا بكير والله بالأول كان أحلى هلا صارت الدنيا لورا الدنيا لورا كانوا البنت اللي تعمل شيء هيك ولا هيك صارت مفضوحة بكل الضيعة ما تسترجع ياخذوا الأوادي يتجوزوا هذا يا أخي تروح الأم وتشوفها وتبحبش عنها وتفتش وتفليها تفلية الضيعة تسوى مية من المدينة كلمة اليوم الضيعة أحلى مليون مرة من المدينة ميرسي لا صح لصني ميرسي يلا يلا معي